فيما يتعلق بالملف نتاع المختطفين، كيفاش تشوفوا الحل نتاعو؟ يا هل ترى هو انه هذا ما حبش خليني نتكلم في التغيير ولا كنتكلم في التغيير؟ لا لا لا، هذه النقطه الاخيره، هذه النقطه الاخيره نتاع المختطفين، من بعد نمر مباشره للاحداث نتاع جانفي ونجيو للقضيه نتاع التغيير. او بديت نعيش شويه، شوف فيها بسمحه هكاك معايا. نعم، هذه القضيه نتاع المفقودين والمفصولين والقتلى والمساجين، يعني ما سميناها احنا في ذاك الوقت لما كنا نتفاوض مع الحاج ومعه، سميناها تركة الأزمة. يعني الضرر الذي لاحق بالشعب جراء هذه الأزمة. وقدمنا احنا، قدمنا الطرح ديالنا والحل. فين نتكلم في جانب المفقودين هذا باش ما نطولش بزاف؟ جانب المفقودين احنا قلنا لهم هذاك النهار، هذا الكلام اللي نقول لك فيه راهو تكلمناه في 94، تكلمناه في 95، تكلمناه في 96، وفي 97 تقدر تقول وصلنا باش تبان الحقيقه. لما وصلت 97 يعني واستعدوا هما ودرنا الهدنه وكذا، جات ساعة الحقيقة. طلبنا منه من الحاج باش تنصب لجنة تبحث في التكنات وفي السجون وفي الأماكن الدهريز المظلمة عن الأحياء. وقبل أن يطلق سراحهم نضع الخطة التي تخفف من الصدمة والتي نستطيع من خلالها أن نجعل الشعب الجزائري رغم يعني قوة المحنة والألم والمأساة أن يتقبل وأن يتحمل وأن نحاول قدر الإمكان بكل الطرق لازمة أن نرضي الشعب الجزائري. ومشت الأمور بصدق يعني بواحد الجد كبير. فوجئت بعد تحقيقات كبيره، يجي الحاج لان الحاج جاني بزاف انا الجبل، كان يعني ما كانش في كل قضيه يطلعنا نناقشوها. جا قال لي عمر راح نقول لك واحد الحقيقه وما قادرش نقولها. قلت له واش هي الحاج؟ ما تقوليش برك بلي المفقودين قتلوا جميعا. قال لي هي. خبطت انا في راسي هكذا، قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. قول لي راكم اكثر من الجيه ملا. قول لي بلي هذا النظام راه اكثر من الجيه. جيه على الاقل سيد الربل. ناس خارجين القانون ما عندهم لا 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 تنظيم ولا 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 دوله ولا ولا ضعاف في التربيه. حتى يرتكبوا الامور الوحشيه ربما الناس من بعد يقدروا يلقاو لهم مخرج. قال جهال، قال مي دولة بنظام بقوانين بأجهزة بمؤسسات تسمح للشرذمة باش تقتل ابناء الجزائر بهذه الطريقة، نصفاهم كامل. هذا هو الحقيقة. هذه من الكلام من عند اسماعيل العماري. عادي ما تدوخش روحك، ما تدوخش روحك. قال لي ما حوسنا حتى عينا. قال لي اللي كانوا راحوا، قال لي لو كان كانت الامور يعني مشات في 95 كنا نوصلوا بعدد لا باس به. قال لي لكن الغالب احنا فلتت الامور من يدنا وعاد واحد ما يحكم في واحد، وجميع اللي حب يصف حساب صفاه صفاه. ويدر اللي قال لي هناك من خاف من المحاسبه ومن كذا، حتى دوك اللي بيدرهمو سير باش تلقاه. انا قعدت خممت هكذاك، كان وقت تاع سكوت بيننا. ومن بعد قلت له هكذا ولا اكثر؟ قال لي نعم هكذا ولا اكثر عمر. قال لي خليني نقضوا ما تبقى. وانا ما حبيتش على كل حاجه، ديت القياده الكبيره فهمتها وقلت لهم ما تخرجش الكلام هذا، خلينا نحاولوا مع الشعب بالعقل ان شاء الله حتى يفرج ربي. هادو هما المفقودين. وانا ما جات من بعد القضيه، من بعد
بعد ما نزول كذا احنا اقترحنا هذا كيفاش نقولوا التسويه على الاقل في جانبها المادي الاجتماعي ومعليش نخرج شويه التسويه السياسيه والقضائيه لان الامور كانت ضد الدوله ضعيفه وفقيره والشعب مازال مشحون ومجروح وتعرف قضيه مش سهله يعني الناس برك تكلم وما تتكلم كلام غير مسؤول هذا ما كان كانت الامور تخلعها طول ما فيها حتى نعم اقترحنا هذيك التسويه ولكن على الاقل العائلات نتاعهم يعني يعرفوا على الاقل وين راهم مدفونين خليني نكملك اخي هذا راني نتكلم في موضوع خطر جدا يعني حاول تفهم خير نعم حاول تفهم خير ماهيش ندير في السياسه ولا ندير في الصحافه يعني نتكلم في 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 تراجيديا خطيره جدا وفي في في مأساة نعم. حاول تفهم مني يعني نقدم في شهاده الان ما يندر في السياسه ما يندر في حاجه خلف نعم فهم لي ماني ماني مانيش نتكلم بطريقه باش نغلب هذا على هذا درك يعني نتكلم في في ازمه ومأساة الشعب الجزائري المسكين قلت لك حنا طرحنا هذاك الساعد الحل المادي الاجتماعي باش يخف شويه على العائلات لانهم كانوا يعيشوا هذا البعد وهذا القلق على اولادهم وعايشين ايضا الفقر والضياع فقلنا الجانب المادي تسويه الجانب المادي الاجتماعي يستر شويه يستر صحيح هناك من بعض الاهالي المفقودين حالته الماديه مليحه ناضي يتكلموا ما يسحقوش وكذا معليش هو حر ما يسحقش هو حر ولكن الاغلبيه كانت في حاجه ماسه جدا الى تلك الديه هذيك الحمد لله عطاو لهم 200 مليون وهذا قليل على كل حال كي نحبوا قد ما يمدوا قليل ولكن كانت عمليه سدت بعض حاجيات العائلات والمراه اللي مع اولادها اللي كانت عطاو لها 200 مليون عطاو لها مهم منحه في الوقت هذاك عطاو لها 1600 كانت يعني مش حاجه كبيره بزاف ولكن كانت تستر كانت تستر فلازم يفهموا الناس الحقيقة اللي يتكلموا عليها واحد ما سكت عليها واحد ما يتنازل عليها حتى ناس دخل في النظام ولكن الفرق بيننا وبينهم ان هؤلاء على كل حال انا ما نتهمش الناس انا نتكلم عني واش نشوف في الجرايد وكل حاجه الافراد على بالي المجروح مجروح وعنده حق يهضر وصدق رسول الله دعوه فان لصاحب الحق ما قال ولي ما تبنوه ولي ما تخوه ولي ما تختوه يعيط ويندب وكلش ولكن نقول للناس اللي راهم يستغلوا من الاحزاب والمنظمات يستغلوا في المآسي تاع الناس هذو اكم غلطانين اللي تحبوا تقدموا خدمه في سبيل الله حاولوا تتبعوا الاساليب الجيده الاساليب التي تلملم الجراح الاساليب التي تجمع الجزائريين الاساليب التي تساعدنا على الوصول الى هذه الحقيقه وليس الاساليب التي تفرقنا وتنمي الضغينة فيما بيننا وتحيي الأحقاد وتدفعنا مرة أخرى للقتال مجددا وأنا واحد من الناس يعني نقول أي مجروح أي مظلوم من الطرف أو ذاك أي متضرر لن نسكت عن الحقيقة لن نسكت وإذا كانت تكون تهضر مرة في الفال في الجريدة احنا رانا نهضروها كل يوم المعنيين بالامر وحنا كنا كلمناه في اول الامر قلنا لهم نحن الان نعيش في الجزائر هي في حاله مرضيه معالجه هذه القضايا دفعه واحده سياسيا وقضائيا سوف يقتل الجزائر ما فيهاش لعب سوف يدفعها الى الموت ولكن نتعاون على البر والتقوى نعم ونتعاون في سبيل الله وفي مصلحة الوطن نعم حتى تصبح الجزائر في حالة صحية تسمح لها بأن تباشر وتفتح جميع الملفات دون خوف على مصير الجزائر وشعب الجزائر ودين الجزائر نعم. يومها نتكلم في كل شيء ولا بد كل مسؤول بان
في الدولة ولا في الفيس ولا في الأياس ولا في الجية ولا في الباتريوت ولا في أي مكان ولا في الأحزاب، لأن عندهم مسؤولية كبيرة. نعم مازال أنا مستعد، ما حبش نكثر بزاف الهبال برك. الأحزاب هادو كل اللي راهم يديروا اليوم ويتبراو ويتلعبوا عندهم مسؤولية كبيرة في الأزمة. نتكلموا هذاك النهار، نتكلموا وبالتي هي أحسن وبالحق المبين وبالتعاون على البر والتقوى وبالاعترافات اعترافات الرجال، نسوي الوضعية إن شاء الله ويتم السماح بيناتنا، ولكن لابد تكون عقوبة ويكون خطا يندار باش مشكل ويتقدموا الناس بكل رجولة. نعم كان هذا كيفيد الجزائر نديروه كحتى مشكل من اليوم، يعني الأفضل للناس جميعا. إن اللي ما تماس دروك ما قادش نحيه ولا غالب يعني دروك ما نعم أتماس. ما زالت تسوية الأمور القضائية وجودة وكذا بالتأكيد راح تكون ما فيهاش لعب. نعم غدوة ولا غدوة راح تكون، ولكن اللي هم اليوم هو مصير الجزائر، ومصير الجزائر مربوط بتسوية الخلاف السياسي الموجود بين الجزائريين. وهنا إذا كان مستعد نبدأ نتكلم مع التغيير، خليني نبدأ.